دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لا دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك العوافي وميلاد مجيد. كل سنة منتمنى على العيد انه السنة الجاية تكون احسن، وما في سنة كانت احسن من السنة السابقة، وبرضو بعدنا منتمنى انه تكون 2015 احسن من 2014. رح نبدأ ديمقراطية مع اثنين من المتحاورين مبارح، الوزير حسين الحاج حسن عن حزب الله والوزير نهاد المشنوق عن المستقبل. العوافي. العوافي. اولا مبروك الحوار اللي بلش بين الازرق والاصفر مبارح، ومنتمنى لكم الوصول على بر الامان. شكرا. شو الهدف الاساس من الحوار؟ بصراحة غسل القلوب، ما هيك اخ نهاد؟ صح، غسل القلوب هدفنا الاول. طيب وشو اول خطوة رح تعملوها او بالاحرى تناقشتوها مبارح لغسل القلوب؟ بصراحة اول شي بدنا نبدأ باستخراج النفط، ما هيك اخ حسين؟ صحيح، استخراج النفط هو الخطوة الأولى لغسيل القلوب. ولا شو خص النفط بغسيل القلوب؟ بشو فكرك بدنا نغسلهم غير بالنفط؟ ما هالأسود اللي ربي بقلوبنا من 2005 لليوم ما بيشيله إلا النفط، ويمكن بالنفط ما يروح. شكرا. وما عنا شك انه اللي ترسب للنفط ولا حتى الاسيد بيشيله. وهلأ منقول العوافي للنايب سامي الجميل. العوافي، هل صحيح انه موقف وزراء الكتائب مبارح حول موضوع مطمر الناعمة كان فجر الحكومة؟ مش قصة فجر او ما فجر، انه معقول دفتر الشروط للمناقصة الجديدة اللي مكون من اكتر من 200 صفحة بيعطونا اياه قبل ب 24 ساعة؟ نحن عنا وزراء بالحكومة ما عنا سكانر. ييه، بس هيك عم بتساهموا بالتمديد لمطمر الناعمة. ابدا، نحن للنواب ما مددنا، معقول نمدد للزبالة؟ قول قول او بلا ما نحكي. طيب واذا مطمر الناعمة تسكر، الزبالة رح تطم لبنان بعد 17 كانون التاني. هيك هيك التلج بعد ما اجا، مطرح ما كان يتراكم التلج بتتراكم زبالة، ولكن عكسيا من بيروت صعودا نحو الجبال. شكرا شيخ سامي. ويبدو انه 2015 رح تكون اكتر سنة زبالة على لبنان. استراحة اعلانية ومنتابع ديمقراطية. منتابع ديمقراطية. الليلة ليلة الميلاد، ولكن لأمر طارئ وكتير ضروري، استدعى رئيس الحكومة تمام سلام الوزير جبران باسيل على السرايا لا يطلب منه شيء، من بعد ما زار بكرك اليوم واجتمع بالبطرك الراعي. فشو بده من الوزير باسيل؟ منشوف. وبتمنى لكم ليلة ميلاد آمنة ودافية، وبكرة بشوفكم. مرحبا دولة الرئيس. جبران، بعتذر منك، دعيتك قبل ليلة العيد بساعتين ثلاثة، بس ما تواخذني، مش عايد علي. قلي شو في؟ عملت شجرة الميلاد بالسرايا، بس اليوم من بعد زيارتي للبطرق الراعي شفت المغارة ببكركي، فقلت لازم مع الشجرة اعمل مغارة كمان. رمزية المغارة والطفل يسوع كتير مهمة. ايه وشو المطلوب مني؟ بدي تساعدني شوي تعمل المغارة، انت مسيحي بتعرف تعمل مغارة. جبت غراض المغارة؟ ايه جبت وراء ملونة، وجبت شخص يسوع ومار يوسف والعذراء، وجبت ثلاث شخوصة مجوس، وجبت ملاك. وما جبت راعي وخواريف وبقرة وحمار؟ مبلا راعي جبت، بس خواريف وبقرة وحمار ما انتبه تجيب. ييييي، ما الله غلطة، ما الطفل يسوع دفي بالمغارة من نفس الحيوانات والمواشي، هودي أساس بالمغارة. يا الله، كل المحلات سكروا بهالوقت، الليلة عيد، من وين بدنا نجيب خواريف وحمار وبقرة؟ أنا بقلك من وين، من المطار. ليش بيبيعوا شخوصي بالمطار؟ لا، ما سمعت مبارح وائل بوفعور وغازي زعيتر لما قالوا هيدا اللي عنا مش مطار، هيدي زريبة؟ ايه صحيح،
يلا فز تنفز عالزريبة نجيب كم راس مواشي للمغارة. فز يا جبران فز، بيعجبني راسك. دوما دوماتك دوما دوماتك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوماتك دوما دوماتك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوماتك دوما دوماتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوماتك دوما دوماتك بننطر وقته تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك.